من ضمن الأسئلة، لو عاوز أطلع أشتغل في بريطانيا أو الإمارات، ممكن حضرتك تختار ليا قسم أختاره؟ ولو كان إدارة أعمال، أختار تخصص إيه المطلوب وسهل؟ الحقيقة إن البريطانيا أو السفر في بريطانيا ليه مجموعة من الخصائص ملهاش دعوة بالتخصص، لأنهم هم مش معترفين بالشهادات عندنا قوي. فبالنسبة لهم، عاوز أقول لك، لو أنت حابب بريطانيا، لا ركز بقى على الهندسة والطب تحديدا، مطلوب في بريطانيا. الحاجات بقى بتاعت الإدارة وكده فيها كومبيتيشن أو منافسة عالية، فمش هنعرف نتكلم فيها. الإمارات المهم انك تختار تخصص تقدر انك تشتغل هنا فيه في مصر، وبعد كده تجد فرصة عمل هناك. ففي هذه الحالة ممكن انك تشتغل هنا في اي قسم في اقسام ادارة الاعمال تشتغل فيها، ونقود تدخل مجال الموارد البشرية، تشتغل هنا في اكتر من شركة او مؤسسة. لما ييجوا يعلنوا على وظيفة HR، ساعتها ممكن تقدم. لكن مفيش مثلا التخصصات دي هي المطلوبة في الامارات والتخصصات دي مش مطلوبة، لا، الموضوع واسع وكبير جدا. فحاول انك تركز على الموضوع. وانا دايما بقول للناس، اختاروا تخصص انتوا حابينه وان شاء الله ربنا يبارك لكم فيه، ولما تمشوا فيه خدوا الشهادات المرتبطة بيه، وربنا بإذن الله ييسر لكم السفر، وهتجدوا فرص عمل كتيرة هناك. وبالتوفيق.